السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، الصحة والسلامة للجميع. بسم الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم، نتكلم بها عن الفائدة. المحاضرة السابقة تكلمنا عن عنصر من عناصر الإنتاج اللي هو الأجور، أحد عوامل الإنتاج اللي هي الأجور. اليوم حنتكلم على عنصر آخر اللي هو الفائدة. ماذا نقصد بالفائدة؟ الفائدة هي الثمن المدفوع لاستخدام الأموال. الفائدة هي الثمن المدفوع لاستخدام الأموال، والفائدة تدفع من قبل منو؟ المقترض إلى المقرض. من المقترضين يدفعون المن إلى المقرضين. كما يمكن تعريف الفائدة بأنها الدخل المتحصل من الأموال المقرضة. هذه تعريف الفائدة. عندنا هنا نقطتين أريد أوضحهن، اللي هو من أين يأتي الطلب على القروض، ومن أين يأتي عرض القروض. إحنا الأموال اللي معدل الإقراض من يطلبها؟ أجي أسألك سؤال، من أين يأتي أو من يطلب أموال القروض، أو من أين يأتي الطلب على القروض؟ حتجاوبني. يأتي الطلب على القروض من ثلاث جهات، اللي هم من هم؟ رجال الأعمال والمستثمرين يقترضون من أجل توسعة مشروع أو خطوط إنتاجية جديدة. كلما انخفض سعر الفائدة شو يصير؟ يزيد الطلب على الأموال. يزيد الطلب على من؟ على الأموال. هذا الطرف الأول اللي يطلب الأموال. من بعد المستهلكون الذين يقترضون الأموال بسبب وجود رغبة بالحصول على سلعة بالوقت الحاضر، ما يأجلون الحصول عليها بالمستقبل. أنا ممكن يكون عندي راتب أو أحصل على أجر مستمر، بس أنا أريد أشتري سلعة بالوقت الحاضر، ما أريد أنتظر لحد ما أجمع مبلغ معين على مود أشتريها، فأروح أشتريها بالتقسيط أو أقترض مبلغ على مود أشتريها. فإذا طلب على الأموال يا إما من رجال الأعمال أو المستهلكون أو الحكومة بوقت الأزمات تلجأ المن إلى الاقتراض. هاي ثلاث جهات تطلب النقود. عرض النقود، المقترض الشخص اللي يقرض أمواله ليش يحصل على الفائدة؟ قلنا الفائدة قبل قليل إنه هي ثمن استعمال هذه النقود. المقترض الشخص المقرض ليش يحصل على الفائدة؟ يحصل على الفائدة لماذا يطلبون الفائدة؟ أولاً لتعويضهم عن الخسائر في الدخل. اثنين، لأنهم نتيجة أنه أشخاص آخرين يستخدمون أموالهم، كما أنهم يطلبون بعض المدفوعات نتيجة للمخاطر اللي يتحملوها. ممكن يصير تغير بقيمة النقود بوقت أزمات، ممكن أنه الشخص ما يرد الأموال أو يهرب، فلهذا الشيء يطمنهم أنه يحصلون على سعر الفائدة. قبل قليل أخذنا من أين يأتي الطلب على القروض، يعني منو اللي يطلب القرض. الآن منو اللي حيودع أمواله بالمصارف وتكون هاي الأموال معدلة للاقتراض؟ عرض النقود من أين يأتي؟ أفراد يدخرون أموالهم لأسباب كثيرة، إنه أنا ممكن عندي أموال أدخرها، ممكن أودعها بالمصرف ما محتاجتها، أمن عليها بالمصرف، أحتاجها بعد فترة، أريد أسوي مشروع بالمستقبل، فهذه أدخر أموالي. شركات لديها أرباح غير موزعة ممكن تودعها بالمصارف. أيضا الحكومة ممكن تودع مبالغ، لما نشوف الأفراد ما يرغبون بالادخار ممكن هي تتوجه إلى الادخار على متوفر سيولة إلى المقترضين. الفائدة، عندنا عدة نظريات للفائدة. أول نظرية اللي هي نظرية الامتناع أو التفضيل الزمني. غالبا كل الأفراد أو إحنا كنا كأفراد نفضل من عندنا أموال نستهلك نشتري السلعة اللي نرغبها بالوقت الحالي، من أجل الاستهلاك إلى المستقبل. فيعتبرون هذه النظريات كلها توضح إنه ليش الأفراد يحصلون على الفائدة. هذه النظرية الامتناع أو التفضيل الزمني توضح أن الأفراد يحصلون على الفائدة نتيجة تضحيتهم بالاستهلاك الحالي نتيجة
تضحيتهم بالاستهلاك بالوقت الحاضر حالي وتأجيل المستقبل، في هذا يحصلون على شنو؟ على الفائدة. نظرية الإنتاجية الحدية ترك تروحوا لي على نظرية تفضيل السيولة. وأسألكم هنا السؤال، أريدكم تفكرون به، أيهما أكثر سيولة، نقود أم سيارة أم مشروع؟ أيهما أكثر سيولة، نقود أم سيارة أم مشروع؟ الأكثر سيولة حتقولوا لي ممكن يجي ببال أي شخص بكم أو أي فرد ممكن يجي بباله أن المشروع هو أفضل لأن يدر لي عائد وممكن يحقق لي إيرادات. الأكثر سيولة ما بين النقود والسيارة والمشروع هي النقود. ليش؟ لأن أنا بالظروف الطارئة صارت هسه أزمة اقتصادية أني أو صار عندي ظرف طارئ، أيهما أفضل لي، نقود اللي بإيدي لو السيارة لو المشروع؟ طبعا النقود. فالأكثر سيولة هي النقود. ليش؟ لأن أنا ممكن في أزمة اقتصادية ما حد حتى لو أرغب أبيع مشروعي ما حد يرغب يشتريه. ليش؟ لأن الناس خايفة مترقبة، الوضع الاقتصادي غير مستقر. السيارة أحتاج فترة لحد ما أبيعها. فالأفضل والأكثر سيولة هي شنية؟ النقود. فهنا نعم المقصود بتفضيل السيولة أن الأشخاص يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم بشكل نقود أكثر من الاحتفاظ بأشكال الاستثمار الأخرى وإن كانت تدر عائدة. زين الأفراد ليش يفضلون الاحتفاظ بالنقود؟ هناك ثلاث دوافع. أجيب لك سؤال، شنو دوافع الاحتفاظ بالنقود؟ أول شيء دافع المعاملات. أنت بالمعاملات شو تحتاج؟ تحتاج أنه تكون عندك تعامل بالعملة النقدية، فتحتاج الآن الأموال بالمعاملات. الدافع الثاني دافع الاحتياط. أنا ممكن بظروف اقتصادية سيئة أو أزمة اقتصادية أو تنبؤات بأشياء سلبية ممكن تصير، أنا أفضل الاحتفاظ بالنقود لحالات الطوارئ. دافع المضاربات. هنا ممكن أنا أستخدم أموالي أشتري أسهم أبيعها. دافع المضاربات أفضل الاحتفاظ بالنقود. وعندما يكون تفضيل السيولة ضعيفا فإن سعر الفائدة شبيه راح ينخفض. ليش راح ينخفض؟ لما إحنا كأفراد الوضع اعتيادي ماكو أي أزمة اقتصادية، إحنا ما حتكون عندنا رغبة الاحتفاظ بالنقود. ممكن أنا أودعها بالمصارف، ممكن أستثمرها. فمن أودعها بالمصارف حتكون العرض من النقود بالمصارف كبير. فش حيصير لما يكون العرض كبير سعر الفائدة ايش حيصير بي؟ ينخفض. بس بالعكس لما أنا يكون تفضيلي السيولة قوي سعر الفائدة ايش بي؟ حيرتفع. ليش؟ لأن يعني ما معروض من أموال في المصارف ايش بي؟ منخفض. هذه اتكلمنا المحاضرة السابقة على الأجور. قبل قليل وضحنا الفائدة، أجور تدفع للعمال، الفائدة تدفع لأصحاب رأس المال. نأتي على الربح اللي هو يدفع المن إلى المنظم. والربح هو العائد الصافي أو دخل المنظم الذي ينجح في جعل تكاليف الكلية أقل من إيراد الكلية. تكاليفه يجعلها أقل من الإيراد، يعني أنا أعظم إيراداتي وأقلل شنية من تكاليفي. والربح هو مكافأة نتيجة لتحمل المخاطر. شنو المخاطر اللي يتحملها؟ اكو نوعين، المنظم اللي يحصل على ارباح يتحمل نوعين من المخاطر. النوع الاول المخاطر نوعان. النوع الاول المخاطر اللي يمكن التنبؤ بها وتقديرها، مثل حريق انا ممكن امن ضده، هاي مخاطر ممكن اتنبأ لها انا كمدير للمشروع. العوامل الاخرى او المخاطر الاخرى التي لا يمكن التنبؤ بها، شنو هي العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها او توضيحها؟ اللي هي تغيرات في ظروف السوق. انا ممكن اتنبأ بتغيرات مثل تغير اذواق الافراد او حاجاتهم. ممكن احنا نرغب بسلعة بس بعد فترة ممكن يتغير ذوقنا نرغب بسلعة اخرى او منتج اخر. فهذه اشياء ممكن اتنبأ بها بشكل صحيح. تغيرات بطرق إنتاج، ممكن أستخدم طرق إنتاج جديدة أو مواد جديدة أدخلها بالإنتاج.
هذه ممكن أني متأكدة 100% من نتائجها حتكون إيجابية بالمشروع. التغيرات بالوضع السياسي، الأزمات، الانقلابات السياسية، التغير بالظروف الاقتصادية، هذه أشياء ما ممكن أتنبأ بها. الموضوع بالربح، عندنا هنا الربح الاقتصادي والربح المحاسبي. أنا أجيب لك شنو الفرق ما بيناتهم. الربح المحاسبي هو الفرق ما بين الإيراد والإنفاق، ما بين الإيراد والإنفاق. والإنفاق هنا شي تضمن، احنا قلنا اكو عندنا تكاليف ظاهرة وتكاليف ضمنية. التكاليف الظاهرة هي التكاليف انه المبالغ لازم ادفعها على مود احصل على خدمات عوام الانتاج، هاي تكاليف ظاهرة. التكاليف الضمنية اللي يتحملها صاحب المشروع، مثل استخدام قوته الشخصية، سيارته الخاصة، مجهوده الشخصي، هاي تكاليف ضمنية. المحاسبي ياخذ فقط شنو؟ ياخذ فقط التكاليف الظاهرة. المحاسب ياخذ فقط التكاليف الظاهرة. اما الاقتصادي فياخذ، اما التكاليف بالنسبة للاقتصادي لا تقتصر على التكاليف الظاهرة، انما تتضمن التكاليف الضمنية ايضا. وهذه التكاليف مثل ما وضحتها قبل قليل، استخدام صاحب المشروع خدماته او مجهوده الشخصي بإدارة المشروع. بالتالي بما انه المحاسب ياخذ نوع واحد من التكاليف، هنا حتكون تكاليفه منخفضه لو مرتفعه. طبعا تكاليفه منخفضه ليش؟ لان ماخذ جانب واحد من التكاليف. اما الاقتصادي فحيكون ماخذ جانبين اللي هي الظاهره والضمنيه. بالتالي التكاليف من وجهه نظر الاقتصادي هي اكثر من التكاليف من وجهه نظر منو؟ المحاسب. ليش؟ لأن الاقتصادي يأخذ التكاليف الظاهرة والضمنية، بينما المحاسب يأخذ التكاليف الظاهرة فقط. بالتالي احنا نريد نوصل الربح الاقتصادي والربح المحاسبي. بالتالي الربح الاقتصادي ايش حيكون؟ حيكون الربح الاقتصادي هو الفرق ما بين الإيرادات والتكاليف الاقتصادية اللي هي الظاهرة والضمنية. الربح الاقتصادي ايش حيكون؟ حيكون اقل من الربح المحاسبي. ليش اقل؟ لان التكاليف بالنسبه للاقتصادي اكثر. بما معناه الربح بالنسبه للاقتصادي هو اقل من الربح بالنسبه للمحاسبي. ليش؟ المحاسبي ياخذ جانب واحد من التكاليف، فمن انقص هذا الجانب من ما متحقق من ايرادات حيطلع لي الربح اكبر. ليش؟ لان انا تكاليفي هنا قليلة، لأن أخذت فقط جانب أو فقرة معينة بها. بينما الاقتصادي اللي يأخذ نوعين من أنواع التكاليف وينقصهم من الإيرادات، هنا ربحه حيكون قليل. ليش؟ لأن أخذ كافة التكاليف. بالتالي من أطرح كافة هاي التكاليف من الإيرادات، ربحه حيكون منخفض. وبالتالي الربح الاقتصادي هو أقل من الربح المحاسبي. موضوعنا الأخير اللي هو نظريات الربح. نظريات الربح أو النظرية نظرية الابتكار، هذه النظرية توضح أنه ليش المنظم يحصل على الأرباح. المنظم، إحنا محاضرات سابقة عرفنا المنظم أنه مو هو اللي يدير المشروع، هو المبدع، هو المبتكر، هو اللي يسعى إلى تطوير المشروع على مود انه يحقق اكثر عائد ممكن. فالمنظم اللي ياتي بطريقه انتاج جديده او اسلوب انتاج او ماكينه جديده او براءه اختراع بمجال معين، بماكينه معينه، بطريقه انتاج جديده، يستحق الشخص يحصل على الربح. فهي كانما مكافاه له على ابتكاره، على جهده، على طريقة الإنتاج الجديدة، على أسلوب الإنتاج المبتكر، يحصل على شنو؟ على الربح. هذا بالنسبة لهاي النظرية. نظرية الربح الاحتكاري ترك نظرية تحمل المخاطر. هاي النظرية توضح أنه المنظم هو اللي حيدير المشروع، هو الفني اللي حيتحمل مسؤولية هذا المشروع، هو المبدع اللي حيجيب طرق إنتاج أو جديدة، هو اللي
حيخاطر، هو اللي ممكن يستخدم أساليب إنتاج مختلفة، اللي ممكن يجرب طريقة جديدة أو مبتكرة أو براءة اختراع. فالنتيجة لتحمل هذه المخاطر هو يحصل على شنو؟ على الربح. هذه محاضرتنا لهذا اليوم، أتمنى تكون واضحة. شكرا لكم.